ب400 عضو، 50 منهم يمثلونهم من خارج العراق، بعد أن انتهت الدورة الأولى لبرلمانهم. وزارة الرياضة والشباب الداعم الرئيس لهذا البرلمان كثيرا ما تعول على الإنجازات التي من الممكن أن تتحقق من خلال هؤلاء الشباب على الرغم من قلة الدعم المقدم لهم. هذه مرحلة تقدمية تطورية جديدة، والتي ستؤدي حتما إلى إيجاد حركة شبابية فاعلة مؤثرة لبناء العراق وفق أسس ديمقراطية. حاليا الدعم مختصر يعني على وزارة الشباب والرياضة، نريد دعم أكثر لتطويرنا، نريد ميزانية أكثر تتخصص من الأموال لتطوير برلمان الشباب، نريد دعم أكثر للطاقات، نريد عبارة عن تمثيل بمختلف الدول. أعضاء من مجلس النواب ممن حضروا الاحتفال دعوا إلى إجراء تعديلات على قانوني انتخابات مجالس المحافظات والترشيح إلى انتخابات مجلس النواب بما يتيح مشاركة أوسع لشريحة كبيرة من الشباب، وهو أمر لاقى ترحيبا من قبل أعضاء برلمان الشباب. من أجل إتاحة الفرصة أمام قطاع الشباب لكي يعبروا عن آرائهم وعن تطلعات شريحة واسعة وكبيرة في المجتمع، لابد من خفض سن الترشيح إلى مجالس المحافظات ومجلس النواب من 30 إلى 25 سنة. هذه مبادرة رائعة وكنا نناشد بها منذ زمن طويل، أن تتيح الفرصة لعدد من الشباب، لأن الشاب لأن السياسي الكبير في العمر يعني عادة ما يوصل بالعمر يعني ما يقدر يقدم للشعب. ويبدو أنه إذا ما أتيحت الفرصة بشكل صحيح أمام البرلمان الشبابي مع عدم تهميش دوره من قبل الأطراف السياسية، فإنه من الممكن أن يتجاوز الإخفاقات التي وقعت بها الحكومات المتعاقبة على العراق بعد العام 2003، لا سيما وأن الأسس التي بني عليها برلمان الشباب تركز على الابتعاد عن التخندقات والاصطفافات الطائفية الضيقة. سنان عدنان، السومرية.